بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي، طلاب الأعزاء وطالبات الكريمات، وحياكم الله جميعا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم في لقائنا المتجدد ضمن مساق مبادئ المحاسبة 2 في الفصل الثالث، واللي بتعلق بجرد الأصول غير المتداولة أو جرد الأصول الثابتة. تناولنا في المحاضرة السابقة طريقة القسط الثابت، وحكينا أنه هي أكثر الطرق استخداماً وأكثرها شيوعاً، وهي من أسهل الطرق، وكانت طريقة طبعاً بسيطة. تعرفنا فيها كيف يتم احتساب قسط الاهتلاك، وأيضاً أخذنا يعني أكثر من حالة عملية كيف نحسب نسبة الاهتلاك، وكذلك كيف نتعامل مع مجمع الاهتلاك في حال وجوده في السؤال. لكن الطريقة أيضا تطرقنا فيها إلى المحاضرة السابقة، تطرقنا لموضوع المزايا أو مميزات طريقة القسط الثابت وعيوبها، وكان صراحة من ضمن العيوب الجوهرية أنه طريقة بتساوي بين السنوات كلها، تنظر إلى السنوات بنظرة واحدة، على الرغم أنه الأصل في السنوات الأولى بيكون أكثر كفاءة من سنواته الأخيرة، بتعطي قسط استهلاك متساوي، لكن على الرغم من انه قسط او نفقات الصيانه للاصل بتزيد كلما تقادم الاصل في العمر، لانه احنا المرتبط بحياز الاصل هي الاهتلاك والصيانه تاعته. بالاضافه انه لا تنظر الطرق او طريقه القسط الثابت لانه لحجم الانتاج وساعات التشغيل، معناها هي تنظر الى وحده الزمن، الزمن هي سنه ماليه. لكن احنا قديش انتجنا من هذا الاصل او هذه الاله خلال السنه ما بعنيها، فقط هي تركز على الاحتساب. ومع ذلك ومع هذه العيوب هي تبقى أكثر الطرق استخداما وشيوعا. طريقة القسط المتناقص جاءت لتعالج بعض هذه العيوب وبعض هذه الانتقادات، وخاصة ما يتعلق بالكفاءة وانخفاضها مع مرور الزمن، بمعنى أنه هذه الطريقة أحد طرق الاهتلاك، بنسميها الاهتلاك المتسارع أو الاهتلاك المعجل، واللي بتركز على موضوع انه الاصل، انه طالما الاصل في سنوات عمره الاولى بيكون كفاءته عاليه، اكثر كفاءه يبقى لازم نحمل السنه بقسط اهتلاك اكبر. طالما الكفاءه بتتناقص مع مرور الزمن، مع مرور سنوات العمر الانتاجي، فالاصل ايضا ان قسط الاهتلاك يتناقص مع مرور العمر الانتاجي. فهان هم اخذوا في هذا المنحى واقترحوا هذه الطريقه، ومرات البعض يسميها طريقه القسط المتناقص المضاعف، والبعض بسميها بطريقة القسط المتناقص. طبعا هناك في نفس الفكرة بتدور طريقة ثالثة، وهي من طرق الاهتلاك المعروفة، طريقة مجموع أرقام السنين. هي نفس فكرة وفلسفة طريقة المتناقص، يعني تندرج تحت طرق الاهتلاك المعجل، لكن طريقة ومعادلة احتساب مختلفة. هنتعرف في المحاضرة على مقدمة بسيطة عن هذه الطريقة، إيش مقصود طريقة القسط المتناقص، كيف بنحسب الاهتلاك، ومثال عملي رقم 1 ورقم 2. طبعا زي ما حكيت، هذه الطريقة تعتبر من طرق الاهتلاك المعجل أو المتسارع، بمعنى أنه هي بتحمل السنوات الأولى بقسط اهتلاك أكبر. بتم تحميل سنوات العمر الإنتاجي الأولى من عمر الأصل بمبالغ اهتلاك أكبر من السنوات الأخيرة. الأقساط بتكون متناقصة خلال العمر، بحيث يتم تحميل أكبر قسط اهتلاك لأول سنة، ثم مبلغ أقل للسنة الثانية، وهكذا. تفترض هذه الطريقة أن الخدمات التي يقدمها الأصل في السنوات الأولى من عمره الإنتاج عالية الجودة وأفضل من الخدمات التي يقدمها في السنوات الأخيرة، هذا كلام حكينا. هذه الطريقة في طريقة الاهتلاك المتسارع بتحقق نوع من العدالة في توزيع النفقات المرتبطة باقتناء الأصل، واللي احنا قلنا عنها اللي هي الاهتلاك والصيانة، بمعنى أنه والله في اول سنوات بكون الاهتلاك مرتفع والنفقات الصيانه اشمالها منخفضه، في السنوات الاخيره بكون الاهتلاك منخفض لكن نفقات صيانه مرتفعه، فبصير انا عندي عمليه توازن، في نوعا ما عداله نسبيه في هذا الموضوع ما بين الاهتلاك والصيانه. لكن في طريقه القسط الثابت، القسط واحد، نفقات الصيانه في السنوات الاولى قليله، في السنوات الاخيره مرتفعه. هلا الاهتلاك بكون في اول سنوات مرتفع، الصيانه منخفضه، في السنوات الأخيرة بكون الاهتلاك منخفض، إن الصيانة بتزيد، فبصير عملية الموازنة بين الطرفين. طبعا هاي الطريقة باختصار كيف احنا بنحسب طريقة الاهتلاك المتناقص، بتقول لك إنه قسط الاهتلاك السنوي يساوي التكلفة التاريخية ناقص مجمع الاهتلاك أو اهتلاك السنوات الماضية بنسميه، ضرب معدل الاهتلاك المتناقص. هذا هو القانون، لازم الأستاذ نعرفه، لازم نحفظه، تمام. قسط الاهتلاك السنوي
بيساوي التكلفة التاريخية ناقص مجمع الاهتلاك أو اهتلاك السنوات الماضية ضرب معدل الاهتلاك المتناقص. طب أساس التكلفة التاريخية معطى بكون معنا، بنحسبها. مجمع الاهتلاك بكون موجود معنا بنحسبه. طب معدل الاهتلاك المتناقص كيف بدنا نجيبه؟ بنجيبه بالمعادلة التالية. معدل الاهتلاك المتناقص هو ضعف معدل الاهتلاك الثابت. معدل الاهتلاك المتناقص هو ضعف معدل الاهتلاك الثابت. وهذه الطريقة نقطة مهمة، تتجاهل الخردة عند احتساب القسط. يعني هل يسس فيش خردة في الطريقة؟ لا، في يسس خردة، لكن لا تدخل الخردة في معادلة احتساب القسط. انت شايف فوق في المعادلة ما في عندي خردة، كان ما في خردة، لكن هل في الاصل هنا لما نحن نهتلكه على القسط المتناقص يوجد خردة؟ نعم توجد خردة، لكن هي بتكون القيمة الباقية، تمام، لكن لا تدخل الخردة عند الاحتساب، وهي الطريقة الوحيدة اللي بتتجاهل الخردة في احتساب الاهتلاك، تمام. رصيد الاصل في نهاية عمره هو اللي بيكون يقارب قيمة الخردة. طبعا احنا بنعرف ان قيمة الخردة هي قيمة تقديرية، فبالتالي ايش بضل القيمة بعد نهاية عمر الانتاج للاصل وتوزيع اقساط الاهتلاك؟ هذه بتكون الخردة. مثال عملي، ناخذ اول مثال. في 1/1/2020 اشترت شركة قولونسوا حواسيب تكلفتها 12000 دينار. قدر الخبراء عمرها الانتاج ب4 سنوات، يمكن بيعها بعد ذلك بمبلغ 1000 دينار. ايش المطلوب؟ نحسب قسط الاهتلاك المتناقص على مدار العمر. على مدار العمر نشوف. يبقى اول نقطة احنا يا شباب ويا اخوات بدنا نركز عليها، انه احنا نجيب معدل الاهتلاك المتناقص. طبعا احنا خدنا قبل قليل في السلايد السابق كيف نجيب معدل الاهتلاك المتناقص، هو ضعف معدل الاهتلاك الثابت. حيقول طالب من الطلاب او طالبه، طب استاذ كيف بنحسب معدل الاهتلاك الثابت؟ حقول لك استاذ اخذناه في المحاضره السابقه لما تحدثنا عن قسط الاهتلاك الثابت، فيا ريت ترجع للمحاضره السابقه وتحضرها كويس. معدل الاهتلاك الثابت معادله 1/عمر الانتاجي ضرب 100. طيب يا استاذ هو العمر الانتاجي قديش؟ 4 سنوات، يبقى 1/4 في 100 بيطلع 25%. اذا معدل الاهتلاك المتناقص هو ضعف معدل الاهتلاك الثابت. ايش يعني الضعف؟ يعني انك تضرب في 2. طالما انه معدل الاهتلاك الثابت 25%، طب في 2 بكون عندي معدل الاهتلاك المتناقص 50%. وبالتالي قسط الاهتلاك السنوي، عشان نتذكر المعادله السابقه، بتساوي التكلفة التاريخية ناقص مجمع الاهتلاك ضرب معدل الاهتلاك المتناقص. هيك صارت الأمور جاهزة. يبقى قسط اهتلاك عام 2020 أول سنة، وإحنا هنشتري من 1/1، حقول 12000 هي التكلفة التاريخية معطاة في السؤال عندي ناقص صفر. ليش صفر؟ ناقص صفر. ليش صفر؟ لأنه هان أول، هذه أول سنة من سنوات الإيه؟ العمر الإنتاجي. تمام، هذه أول سنة، تمام، وبالتالي ما فيش عندي سنوات سابقة. يبقى 12000 ناقص صفر اهتلاك سنوات ماضية ضرب 50% اللي هي معدل الاهتلاك المتناقص بتاع 6000. طيب قسط الاهتلاك السنة الثانية اللي هي قسط اهتلاك 2021، 12000 التكلفة التاريخية ناقص اهتلاك سنوات ماضية. أنا كم سنة عندي سنوات ماضية؟ عندي سنة واحدة بس، هي اللي هي 6000، باخذ 12 ناقص 6000 بيطلع عندي ضرب 50% بيطلع عندي 3000. طب قسط اهتلاك 2022 12000 تكلفة تاريخية ما تتغيرش ناقص 9000. من وين جبت 9000 يا استاذ؟ 6000 للسنة الأولى و3000 للسنة الثانية، تراكموا مع بعض ايش صاروا؟ صاروا 9000. تمام، يبقى 12 ناقص 9000 ضرب 50% بيطلع عندي 1500. طب قسط اهتلاك السنة الرابعة اللي هي 2023، حقول 12000 ناقص 10000 ونص. من وين جبنا 10000 ونص؟ هي عبارة عن هذا المبلغ كله المتراكم هان مع بعض، 6 و3 9 أو 1500، تمام، 10.5. أنت ممكن تحسبها كالتالي: 9000 هي المجمع هان، ضيف عليها 1500 اهتلاك جديد بصير عندي 10500. طيب باخذها هي 12000 ناقص 10500 اللي هو مجمع الاهتلاك أو اهتلاك سنوات ماضية ضرب نسبة الاهتلاك اللي هي 50%، بيطلع عندي 750. الان ايش اللي بتغير في المعادله دي كله؟ اللي بتغير فقط هو مجمع الاهتلاك، هذه ثابته وال 50% ثابته، بتغير قاعد اللي بيزيد قاعد هو مجمع الاهتلاك. يبقى مجموع اقساط الاهتلاك كلها، مجموع اقساط الاهتلاك كلها، نمحى بس ال هذا الخربشه، مجموع اقساط الاهتلاك كلها
تمام، مجموع أقساط الاهتلاك كلها طلعت عند 11250. طيب يا استاذ الاصل ب 12000. انتبه، مجموع اقساط الاهتلاك على مدار الاربع سنوات 11250، قال القيمه الباقيه هي 12000 قيمه الاصل ناقص 11250 750 دولار، وهي القيمه المقاربه لقيمه الخرده المقدره. طيب يا استاذ الخرده مقدره ب 1000 دينار، يا استاذ هي قيمه تقديريه، تمام، هي قيمه تقديريه، هذه القيمة التقديرية لقيمة الخردة لم تدخل في الاحتساب، لم تدخل في القانون ومعادلة احتساب القسط المتناقص. الآن كيف نجيب احنا القيمة بعد ما ينتهي الأصل؟ ايش بضل عندي قيمة من الأصل؟ 750 دينار هي القيمة الحقيقية للخردة، لكن 1000 دينار هي قيمة تقديرية. تمام؟ هذا هو اهتلاك الأصل الثابت وفي طريقة القسط المتناقص. أول نقطة بنجيب معدل الاهتلاك الثابت، واحد على العمر في 100 دار بيطلع 25%. بنحسب بعد ذلك نسبة الاهتلاك المتناقص اللي هي ضعف الثابت، هي 25% في 2 بيطلع 50، وبنطبق على هذا القانون اللي أمامنا وبتطلع اهتلاك لكل سنة. طبعا ننساش إنه إحنا شرينا في 1/1/2020. طب يا سيدي لو شرينا في 1/7/2020 نفس القضية اللي أخذناها في القسط الثابت، المعادلة كما هي لكن بضرب ضرب 6 على 12. طب لو شريت في 1/10/2020 بضرب ضرب نفس المعادله ضرب 3 على 12 فتره جزئيه اللي هي 10 و11 و12. تمام، نشوف المثال رقم 2. اخذنا زي الاساس في القسط الثابت مظبوط، هنشوف ايش الاختلاف في القسط. ظهرت الاصل التاليه في ميزان مراجعه شركه قلنسوة 31/12/2020، السيارات 50000 دينار، تكلفه تاريخيه، مجمع اهتلاك السيارات 10000 دينار. المطلوب احسب قسط الاهتلاك لعام 2020، نسبة الاهتلاك 10% قسط ثابت، الشركة بتستخدم طريقة القسط المتناقص. ممتاز، يبقى أول نقطة بدنا نحسب معدل الاهتلاك المتناقص. إيش بيساوي؟ بيساوي ضعف معدل الاهتلاك الثابت اللي هو 2 الضعف ضرب ال 10% بيطلع عندي 20%. إذا قسط الاهتلاك لعام 2020 حقول التكلفة التاريخية 50000 ناقص اهتلاك السنوات الماضية. اي اهتلاك سنوات ماضيه؟ هو مجمع الاهتلاك، هي هذا هو مجمع، شو مجمع الاهتلاك، هذا المبلغ هيك، تمام، باخذه هان 50000 ناقص 10000 مجمع اهتلاك سنوات ماضيه ضرب 20%، ضرب ال 20% هي التكلفه التاريخيه ناقص مجمع اهتلاك سنوات ماضيه ضرب نسبه الاهتلاك المتناقص اللي هو ضعف الثابت، بيطلع عندي 50000 ناقص 10000 ضرب 20% بيطلع عندي 8000 دينار. هذا هو قسط الاهتلاك. السنه الاولى 10000 كانت، السنه الثانيه كانت 8000، وهكذا وهكذا. تمام، هذا هو. طب يا استاذ في طريقه القسط الثابت، طريقه القسط الثابت لم ننظر الى مجمع الاهتلاك عند الاحتساب، لان انا باخذ بس تكلفه تاريخيه في النسبه، لكن هان انا بقول القانون بقول عندي تكلفه تاريخيه ناقص اهتلاك سنوات ماضيه او ناقص مجمع الاهتلاك ضرب النسبه. فكل طريقه ولها طريقتها في الحل. يبقى قسط الاهتلاك عام 2020 8000. طب لو بنحسب قسط الاهتلاك عام 2021 بقول 50000 ناقص 18000، ليش؟ لانه في عندي 10 قديمه و8 جديده، 18000 ضرب 20% وهكذا. تمام؟ طبعا هذه هي طريقه القسط المتناقص. ان شاء الله رب العالمين حيكون لنا محاضره قادمه حول طريقه بسيطه وجميله وسهله، هي طريقه اعاده التقدير. طبعا طريقة إعادة التقدير صراحة من الطرق البسيطة والسهلة لكنها المهمة، لأنها تناسب نوع محدد من الأصول. يعني في بعض أصول ثابتة بينفعش تستخدم لاهتلاكها إلا طريقة إعادة التقدير. هذه إن شاء الله الطريقة البسيطة حنتعرف عليها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. طبعا إحنا للعلم حنغطي فقط أربع طرق من طرق الاهتلاك، هي القسط الثابت والمتناقص وإعادة التقدير وطريقة اللي هي وحدات الإنتاج أو ساعات التشغيل. في طريقتين تقروهم من الكتاب للمعرفة، لكن احنا حنركز في الشرح على هذه الأربع طرق. نشكركم مرة ثانية على حضوركم ومتابعتكم للمحاضرة، وإن شاء الله يعني تكون الشرح بسيط وسهل ومستوعب ومفهوم هذه الطرق اللي شرحناها. شكرا لكم ونراكم على خير، وأسعد الله أوقاتكم دائما. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.